بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالسادة الصحفيين ونأكد مرة أخرى أني سعيد بهذا اللقاء مرة أخرى، يعني أشارككم نفس الهواجس. أعلم رسالة الإعلام لا يختلف كثيرا عن دور رجل الأمن، فهو عمل مظن. دور رجل الإعلام هو بالفعل رسالة، لأنه يبحث على تقصي الحقيقة، وهو تقريبا في ذلك يشارك رجل الأمن، وأيضا يعاين الحقيقة ثم ينقل الحقيقة بعد أن يرصدها، ثم أيضا يعمل على إبرازها. وأعلم علم اليقين أنكم تحرصون على إبرازها خدمة لتونس وللمصلحة العليا للوطن. شكرا لكم على هذا المجهود، وأرجو أن نعمل معا لما فيه خير تونس. الحقيقة هناك مسألة أصلية لابد أن ننطلق منها، وهي أنه كان من المفترض في الحقيقة أن يكون لهذه النقطة الإعلامية موعد لاحق. لماذا؟ حتى يتم ترتيب المسألة وإعداد ما يتجه إعلام به الرأي العام، ولكن ارتأيت أنه لابد لهذه النقطة الإعلامية أن تكون اليوم، بل ربما الآن. لماذا؟ لأني لاحظت، ولعلكم لاحظتم أيضا، أن العديد جنح إلى البحث عن إدخال المؤسسة الأمنية في تجاذبات سياسية ومغالطات. لذلك ارتأينا بكل حرص أن نقدم الإيضاحات التالية، لأننا عملنا، ولعله قد عمل الكثير قبلنا أيضا حتى لا نجحد فضل أحد، على تخليص وزارة الداخلية من أي انتماء سياسي. تعلمون أهمية أن يكون الأمن جمهوريا محايدا. لذلك شخصيا لست مستعدا بالمرة أن أقبل أي عودة إلى الوراء بالمؤسسة الأمنية. لقد كان العمل مضنيا جدا، لقد عانيت وعانى زملائي الكثير من أجل تخليص المؤسسة الأمنية من مخلفات خطيرة كانت ستؤدي بها إلى منزلقات خطيرة، وبالتالي تؤدي إلى منزلقات خطيرة بالوطن. لذلك لن نتسامح بالمرة إطلاقا مع من قد يبحث على إرجاع المؤسسة الأمنية إلى أي تجاذب سياسي. تعلمون، ولا أعلمكم الآن شئتم، أن قرار الإقامة الجبرية هما قرارين في الحقيقة قد اتخذ في تاريخ 30/12/2021 وتم تنفيذ من الغد. تعلمون أيضا، أو على رجال القانون يعلمون أكثر منا أيضا، وأن قرارات الإقامة الجبرية يمكن أن تكون وأن تتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف من أمور أو معطيات أو أخبار قد تتعلق بشخص أو بأشخاص أو حتى بمؤسسات خاصة أو عامة، يمكن أن تشكل خطراً على الأمن العام والنظام العام. فأولى وأحرى، أقول أولى وأحرى، إذا كان الأمر ينطوي على وقائع مضمنة بمحاضر بحث تشكل حجة رسمية إلى أن يطعن فيها بالزور. كما أن قرارات الإقامة الجبرية لم تكن من عبث، هذا أولاً، بل وأيضاً كانت تستند إلى نص قانوني نافذ من النصوص القانونية، ونص قانوني من قوانين الدولة، وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978، وتحديداً الفصل الخامس منه الذي يسند الصلاحية المذكورة بشكل واضح وصريح لا لبس فيه إلى وزير الداخلية. إذن الأمر تعلق بشبهات جدية، بل وموضوع أبحاث عدلية. الأمر يتعلق في الحقيقة، نعطيكم فكرة صغيرة، بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم، وسأترك الأبحاث القضائية أن تسبي عليهم الوصف السليم والذي سيعلمه الجميع بعد انتهاء الأبحاث، ولعلكم ستفاجؤون مفاجآت كبيرة في هذا المضمار، سواء على مستوى صفتهم أو على مستوى علاقاتهم الأسرية. هذه الجوازات وبطاقات التعريف والشهادات الجنسية استندت من الغرائب إلى جوازي سفر أولين سلم في تاريخ معين من سفارتنا بفيينا في 10 ديسمبر 1980 بالنسبة لجواز السفر الأول، والجواز السفر الثاني مؤرخ في 19 جويلية 82. الغريب
أنه تم الاستناد إلى هذين الجوازين على أنهما استخرج بطريقة غير قانونية، بل وكان موضوع أبحاث عدلية ومحاكمة قضائية. أيضا تم تمكين هؤلاء الأشخاص من مضامين ولادة مستخرجة من دفاتر الحالة المدنية بموجب أحكام في الغرض، لكنها صادرة بتاريخ لاحق لصدور شهادتي الجنسية، بمعنى الجنسية سلمت، الأحكام صدرت في 11 جانفي 2013، أما الجنسية فكانت بتاريخ سابق، كانت في 2 جانفي 2013. تعرفوا وأن الجنسية تسلم بناء على مضمون ولادة، حتى تثبت تعريف ولا باسبور يقول لك مضمون ولادة. هذوما هنا شهادات جنسية استخرجت بتاريخ سابق لاستخراج مضمون ولادة، لأن مضمون ولادة ما تم استخراجها إلا بعد صدور أحكام، الأحكام هذه كانت بتاريخ لاحق لتاريخ إصدار شهادات الجنسية. الملف الذي كان أمامي ينص به مأمور الضبط العدلية أيضا بأنه تم تسليم شهادة جنسية استنادا إلى الفصل 8 من الأمر المؤرخ في 26 جانفي 1956، والحال أن الأمر المذكور ألغي تماما بموجب المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فبراير 1963، والذي نص صراحة بالفصل الثالث منه ألغيت ابتداء من تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم مجلة الجنسية الواردة بالأمر المؤرخ في 26 جانفي 1956. ورغم هذا الإلغاء تم الاستناد إلى الأمر المذكور في إسناد الجنسية المذكور. يذكرني مأمور الضبط العدلي أيضا مشكورا عندما يفازحني في الموضوع ويضمن ذلك بمحضر البحث بأنه تم تمكين شخص ثالث من شهادة في الجنسية استنادا إلى الفصل 6 من شهادة الجنسية الذي أولا ألغي بقانون 2010، ثم أن أيضا حتى الفصل الذي عونه لا ينطبق، كلا الفصلين لا ينطبقان، واحد ملغى ولا ينطبق والثاني نافذ لكنه لا ينطبق، لأن هذه الفتاة مولودة من أبوين سوريين وليست لها أي أصول تونسية. وانتهى مأمور الضبط العدلية للتأكيد صراحة على أنه لم يقع احترام الإجراءات الإدارية المعمول بها. واعتبارا لما أكده مأمور الضبط العدلية من جدية وجود شبهة إرهاب في الملف على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، كان لزاما علي أن أكون في مستوى الأمانة حفاظا على أمن تونس. ولقد تم إعلام النيابة العمومية وقد كان الحرص واضحا وراسخا في اللجوء إلى القضاء، لذلك استرعت شخصيا بالاتصال بالسيدة وزيرة العدل وحرص على إعلام النيابة العمومية، لكن الأمور تعطلت. لقد تعطلت الإجراءات القضائية أياما كثيرة، وكان الحمل مضنيا، وكانت المسؤولية كبيرة، وكنت أنظر كل يوم وأستحضر دماء الشهداء، أستحضر فتيات وأبناء بنات صغار وأبناء صغار لزملائي من الأمنيين ومن العسكريين الذين استشهدوا، وأحسست كما يحس كل رجل أمن بالأمانة، لأننا أكدنا كما أكد السيد الرئيس بأن تونس أمانة، أمننا أمانة، وطننا أمانة، شعبنا أمانة، ابتسامة الطفل في المهد أمانة، انتظارات الأم لأبنائها أمانة، أحلام الشباب التي ضاعت أمانة، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ضاعت أمانة، كل ذرة تراب في تونس أمانة. انتظرت ولكن تعطلت الإجراءات القضائية، وأنا أعلم كل العلم أنه لم يكن هناك أي داع قانوني لتعطلها. ومع التوارد معلومات عن بلوغ خبر الأبحاث الخطيرة إلى علم عديد الأطراف وانسلاق تحركات غريبة ومتعددة، أثار الأمر لدي أكثر بشدية مخاوف من القيام بعمليات رد فعل قد تمس بأمن البلاد، خاصة في هذا الظرف الزمني المعلوم في شهر جانفي وفيفري، وهناك محاضر بحث
حررت إذا أشخاص ضبطوا بسبب الحرص على القيام باعتصامات وتحركات بدون وجه قانوني. واعتبارا لخيرات تونس والتزامها دوليا بل والتزام العالمي بأسره في مواجهة قنوات وشبهات الإرهاب والتصدي له بشكل استباقي، لأن يعني الإرهاب لا يرحم ولا ينتظر، فهو لا دين له ولا وطن له، وهو ضد الحياة وضد الحق في الاختلاف. وقاس منه بنو وطننا، بل وقاس منه بنو أخوتنا في الإنسانية في فرنسا، في فيينا، في نيس، في إيطاليا، في أمريكا، في عديد الدول. كان لابد من تحريك النصوص القانونية، لذلك تعطيت بسرعة وبما يكفله القانون من إجراءات وقائية ريثما يقول القضاء كلمته، فكان القرارين في إبقاء شخصين على تحت الإقامة الجبرية. قد يكون من المفيد أيضا أن أذكر بأن الأمر يتعلق بقرار إداري، ومن يؤمن بدولة القانون والمؤسسات يختار السبيل القانوني للمواجهة، وهو دون شك الطعن قضائيا في القرار المذكور. لا أن تجنح أطراف كان يفترض أن تكون قدوة لشباب تونس ولأطفال تونس في انتهاج النهج القانوني والحضاري في كل طعن أو رد فعل أو رف، لكن هذه أطراف جنحت إلى المغالطات والمزايدات ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى تجاذبات سياسية ومحاولة استفزاز الأمنيين، بل بلغ الأمر إلى حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان. تعلمون جميعا ولعلكم شاهدتم أن أحد الأطراف الذي كان يفترض فعلا أن يكون قدوة لأنه ينتمي إلى مؤسسة حقوقية بل وتقلد منصبا كبير في هذا المجال تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية. أذكره بأن الفصل 13 من المجلة الإجراءات الجزائية ينص صراحة على مأمورية الضبط العدلية، هو نص لا يعطي الخيار بل يجبر مأمور الضبط العدلية على مأمورية الضبط العدلية المعينين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية البحث في حدود نظرهم الترابي على كل جريمة مهما كان نوعها وتحرير المحاضر في ذلك. عن شخصي المتواضع لا أجد أي حرج في عدم تتبعه، لأنني يعني أؤمن بالتسامح وأؤمن فعلا بحق الاختلاف وأؤمن برأي المخالف، بل وألتمس الأعذار لكل شخص، ولكن يجب أن يعلم هو وغيره أن الأمر إذا تعلق بهيبة الدولة وبالحق العام فهو أمر يتجاوزني، لا أملك في الأمر شيئا. مأمور الضبط العادية يلزمه النص القانوني بضرورة تحرير محضر وإبلاغ وكيل الجمهورية لكل جريمة ترتكب بمحضره، بل وحتى أي إسقاط في التتبع لا يغني عن مواصلة الأبحاث وإسباغ التكييف القانوني على الأفعال وتنزيل حكم القانوني عليها. قد يكون من المفيد التذكير أيضا بأن ما اقترفه البعض من تحريض الأمنيين قد بلغ بهم الأمر مباشرة ليس كتابة ولا بوسائل التواصل الاجتماعي، بل مباشرة وصل الأمر إلى تحريض الأمنيين على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة. هو لا يعلم مدى انضباط المؤسسة الأمنية، لا يعلم أن وزارة الداخلية تضم شرفاء أقسموا اليمين الغليظة على الوفاء لتونس واحترام التعليمات والانضباط، لا يعلم أننا مؤسسة عسكرية طبقا للقانون الفصل 22 من القانون 70 لسنة 1982 يؤكد على اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا التي يكون موضوعها أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها.
من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية أو المؤسسات العمومية والخاصة. لقد كان رجال الأمن أمام مؤسسة عمومية وكان عدد كبير يتولى الحراسة وتأمين، ولكن جنح هذا الشخص إلى تحريرهم على العصيان. لذلك سنرفع الأمر للنيابة العمومية. قد يكون الأمر جنحا وقد يكون الأمر جناية على ما أصبح في مجال العقوبات العسكرية. وأنا أذكر بأمر ما، لسنا نحن من اختار اللجوء للقضاء العسكري، ليس الأمر خيارا لنا، ولكنه النص القانوني يلزمنا، احترام القانون يلزمنا اللجوء إلى القضاء العسكري، لأن النص المطبق يسند الاختصاص للقضاء العسكري، والشخص الذي ارتكب الجريمة وهو يعلم هذا النص القانوني هو الذي اختار أن يكون مآله التقاضي أمام القضاء العسكري. مسألة تفصيلية أختم بها. لقد حرصنا في وزارة الداخلية من منطلق الإيمان بأن تونس انخرطت في مسار الديمقراطية، وهو نهج اخترناه وقال الشعب كلمته فيه ولن نعود عنه ولا تراجع عنه، وأيضا اقتناع المنة بالحرص على أن سند كل الإجراءات القانونية والإدارية في حدود ما لا يتعارض مع علوية القانون والمصلحة العليا للوطن. لذلك حرصت شخصيا على مهاتفة وليي المكان، وأذكر فيما أذكر أني استعملت عبارات تونسية، قلت الشخص هذا أمانة عندك تحرص عليه تحفظه، ومن بعد قلت أنا أطلب منك أكثر من الأمانة، قلت أعتبره ضيف عندك للتدليل على ضرورة حسن المعاملة. وفعلا وفرنا حسن المعاملة والاحترام والإعاشة والرعاية الصحية الكاملة التي لا يجدها العديد في تونس. ثم هذا الأمر موثق كتابيا، حرصت شخصيا على الاتصال بالعميد بشكل استباقي، على ما أذكر أن اتصلت بشكل تلقائي بالسيد العميد واقترح عليه هو الحقيقة باش يتواصل، قلت مرحبا بك، بالعكس ماذا بنا سيد عميد المحامين مرحبا به، ماذا بنا يمشي. وفعل كلمة سيد أمل حرس اللي طلبت منه باش يتصل بالسيد العميد ويوفر له وينسق معه بشكل سريع أنه كيفاش يوصله ويقدمه لزيارة أحد الأشخاص اللي كانوا موضوع لخامة جبرية. أيضا حرصت على أن زوجته مكنوها من زيارته وهذا موثق، ثم قلنا لها زوروا أنت، وإذا عندك واحد من صغارك يحب يجي مرحبا به، وإذا عندك بيب خاص ممن تختارينه مرحبا به ينضاف للطاقم الطبي، وإذا تحب السيد عميد محمين يرجع معك مرة أخرى مرحبا به. وأذكر مثلا أنه نقلت السيد العميد، قالت لهم جماعة السيد العميد بعيد شوية، علاش مش السيد رئيس فرع محامي بزرت؟ قلنا لها مرحبا به، مرحبا بالسيد رئيس فرع. لكن عندما استكملت جميع الطلبات ولبيناها كل، اخترقت تعالى أخرى من عشرة وشنية وقالت لها ما تدخلش، حرة في ذلك، نحترم حقوقها في الزيارة أو في عدم الزيارة. على كل أكثر من ذلك، رئيس هيئة الوقاية من التعذيب البارح اتصل ومعهم بعض الضيوف الآخرين وتم تمكينه من زيارته، وهذا موثق. أيضا من أعلى مستوى في الدولة حرصنا ومكناه من خيار، إذا كان يحب مش مرتاح غاديك ننقلوه إلى المستشفى العسكري، كان راه خدمات طبية في المستشفى العسكري أفضل ما ثم حتى مشكل، مكنوه وهذا موثق، لكنه أصر أنه بيبقى في المستشفى المذكور. إذا أعتقد أنه ضمائرنا مرتاحة تماما، قمنا بواجبنا القانوني والأمني والحقوقي الإنساني، لأني نرجع ونقول أني سبق منذ مدة وقلت نعمل لتحقيق معادلة صعبة قوامها القانون الأمن والحقوق والحريات، طبعا هذا بكل في إطار المصلحة العليا للوطن التي تعلو كل شيء. ولكن رغم كل المغالطات
والمناورات لن نرجع عن الإيمان بطريق الحريات، لأن وزارة الداخلية تعمل كل العمل بحسن كبير على أن تكون بحق أمن، تحقق أمنا جمهوري ومؤسسة ديمقراطية. لن نعود عن هذه الطريق، لأن هذه المغالطات وما قام به هؤلاء الأشخاص ليس في الحقيقة من الحريات في شيء، بل هي محاولة لضرب الدولة، دولة القانون، وضرب لهيبة الدولة، وضرب للمساواة أمام القانون، لكن لن يكون لهم سبيل إلى ذلك. من يؤمن بدولة القانون وبالمساواة أمام القانون يحترم القرارات القانونية ويطعن فيها وفقاً لما يرسمه القانون، لا بمحاولة اختلاق الأكاذيب. هذه كانت بسطة أولى. الأمر قد سيحال ربما إلى القضاء قريباً، وقد يكون لنا موعد معكم إنارة للرأي العام، وشكراً.